الراجل الخطيب اعلن ترشحه النادي الاهلي، ايه رايك في حاجه زي كده؟ حاجه حلوه. شايف ان هو ممكن يقدم انجازات للنادي؟ ان شاء الله. دي خطوة كويسة جدا من الكابتن محمود الخطيب، لأنه قامة وقيمة كبيرة جدا، وده وضع طبيعي إن هو يترشح، لأنه ابن من أبناء النادي وليه قيمة وليه وضع ولازم يترشح من زمان، وده شيء طبيعي جدا إن هو يترشح. تفتكر إن هو ممكن يفوز قصاد كابتن محمود طاهر؟ كابتن محمود الخطيب ليه محبين كتير وليه معجبين كتير، شخصية محترمة سواء في الكورة أو بره الكورة، فهو لازم ان هو ترشحه دوت يكون منافسه قويه جدا بينه وبين الكابتن محمود طاهر. ان شاء الله باذن الله اللي هيكون ليه النصيب هو اللي هينجح، وهو اللي هيكون ليه القرار النهائي باذن الله، الاعضاء باذن الله. دي حاجه كويسه، بس هو باذن الله يعني لو كسب فاهمه يعني يعمل حاجه كويسه للنادي الاهلي. بس هو كويس، لكن هو اتعامل على الشعبيه الخلفيه القديمه كلاعب يعني، لكن محمود طاهر انسب لرئاسه النادي يعني. انت شايف يعني ممكن مين يفوز في الانتخابات دي؟ الاثنين حظوظهم متساويه يعني، بس لكن كله ده على شعبيته وده على الانجازات اللي عملها. محمود الخطيب لانه افضل لاعب جه في مصر، احسن لاعب في افريقيا. شايف ان هو ممكن يقدم انجازات للنادي؟ ايوه يقدم طبعا، لانه راجل ما شاء الله، راجل تاريخ، راجل كان لعيب، لعيب بمعنى لعيب والله. طبعا محمود الخطيب كبير باعماله بفنياته، وراجل مشهور طبعا، اشهر من نار على العالم، والوحيد اللي خد الكره الذهبيه الافريقيه. بس انا ما كنتش ايد اللي هو ينزل ضد محمود طاهر، لان محمود طاهر طبعا انجز وعمل حاجات كتير في النادي، وعمل هو كمل، مش هو عمل يعني، كمل على الناس اللي هي ايه عامله قبل كده. بس كنت اهتم ومن محبتي للكابتن محمود الخطيب اللي هو كان يبقى مع محمود طاهر، وانا موافق عليه مليون في المية، وراجل طيب ومحترم، واحسن حاجه هيقدم للنادي الاهلي في الايام اللي جايه دي. هو طبعا ده خبر اسعد كل المصريين، خصوصا المهتمين بالكوره، وخصوصا المشجعين النادي الاهلي. فطبعا يعني لو النادي الاهلي مش على راسه الخطيب، مين في مصر ممكن يبقى على راس النادي الاهلي يعني؟ فده شيء منطقي جدا جدا، كنا مستنيينه اصلا من زمان، اتاخر كتير يعني.